التشريع وكتبت الكومات المتعاقبة مع أن هذين القطاعين هما مكان قوانين. كما أن درجة المناطق هي أقل محافظة بمجموع ما تم صرفه من موازنة المحافظات عام 2020، مع أنه ولسبب ما لم يجد في قانون الموازنة ما يشير إلى المبالغ التأهيلية التي تم صرفها عام 2019 و2020. أسوة باقي فصول الموازنة، وهذا مؤشر على سبب عدم نجاح فكرة الإدارة اللامركزية التي يمثلها أعضاء المؤتمرون ولم يمكنها صلاحيات أو تمكين حقيقي. من المختصر ما نقال به الجرش واستماع المنطقة الصناعية المتأثرة إمام الجامعة الحكومية تقسيم جرش إلى عدة أدوية تسوى باقي المحافظات، إقامة مشروع صرف صحي لمنطقة الصور وعمان، إقامة نادي المعلمين، استثمار بنود جرش السياحية والزراعية بما يعكس على معالجة مشكلتي الفقر والضرائب. أما ثانيا فسأتحدث عن مشروعي عن الموازنة والوحدات الحكومية. دون الدخول في أرقام وإحصائيات تحدث بها زملائي المقام من قبل، فمن الواضح للجميع أن الوضع الصعب الذي وصلت إليه المالية العامة للدولة هو نتيجة لفشل الحكومات المتعاقبة في إدارة السياسة المالية بشكل بسيط. فلا يجب أن تنمي الموازنة واتباع الكتابين العام، وذلك حتى في فترة من الناتج المحلي الإجمالي خلال أعوام 2009 برضو كافية وعجز، مما يفيد أننا فشلنا في أعداد أنفسنا لمدافعة الصدمات مثل كورونا والربيع العربي والأزمات العالمية. وأحد أهم أسباب ضعف السياسة المالية هي قصر النظر على المستوى المتوسط وطويل المدى. فها هنا نحن نناقش موازنة سنة مالية واحدة دون أن تعرف إلى أين تكون متجهون بعد 5 سنوات مثلا، غير أن الحكومات لا تستطيع إنجاز شيء في تلك القيمة في سنة واحدة. لذلك فلا بد من تغيير الأسلوب والمنهجية في إعداد الموازنة بحيث توضع الحكومة استراتيجية مالية متوسطة وطويلة المدى وبالتشاور مع مجلس النواب، يكون هدفها تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خصوصا مع تنامي المصريات المليونيه التي وصلت حوالي 110% من الجي دي بي، والتي تحاول الحكومات بين البلد والاخرى تقييد طرق احتسابها لكي تخفض تلك النسب شعبويه للايحه الشعبويه والاعلاميه. نظره سريعه على الموازنه وكل خطاب الحكومه من خلال الرئاسه والمقدره. الموازنه فيها عجز 2650 مليون دينار، فيها 250 مليون دينار، هذا غير اقساط الدين، فهي موازنه منهكه والحكومه على خيارين واحلام عمر الاقتراض الخارجي مما يستنزف العمل الصعب والاقتراض الداخلي مما يزاحم الأردن على الأموال الموجودة داخل بين النقطتين تجد الحكومة نفسها عائرة، واحتصال الكيسة التنفيذ المضيع، ونسمع ما تقول الحكومات، وكنا ولا زلنا تنظر وينظر الأردني على النظام وعلى الحكومة بنظرة قوية هي الأرض وهي الأم التي يرود بها. لذلك نتواضع عن الممارسه القوميه ونقول بعض الحلول وبعض الاقتراحات من كتله الشعب. القطاع العام لدوله الرئيس فيه انفصام، ادى انفصام الوظيفه العامه منفصلا الان. تسجيل الموضوع اب عنده اثنين توأم لابسين نفس اللبس، دروع على نفس الصف في المدرسة، الأب والأم واحد يطلع صورة أو رقيع الشروش والثاني رقيع السنين. تخيل العقد النفسية دولة الرئيس لأربع شروش خرجوا مع بعض بدرسوا نفس الدراسة ويريدون الهواء الغربية. تحليل
الدولة الأردنية تعرضت لمحنة كبيرة. ما أنا رأيي الشخصي أكبر امتحان على وضع الأردن وفاة الملك حسين الله يرحمه، لأنه كان ارتباط الدولة الأردنية بالملك حسين ارتباط لم يشهد ذلك. ومع ذلك عندما توفى الله الملك حسين استلم رأي سيدنا الملك ومجلس ومسك الحسين. سعادة الرئيس الزمان والشباب المحترمين، بعيدا عن ذكر الارقام التفصيليه الواحده المناسبه التي لم تتطرق عمليا لايجاد حلول ناجعه قابله للتطبيق للحد من المشاكل وخاصه مشكلتي الفقر والبرابه بشكل صريح وفي ظل زياده الارقام العاجز والمدنيه والنفقه بشكل عام وتراجع حجم الايرادات المتوقع تحصيلها، فانني اعلن تخوفي عن المستقبل لعدم وجود استراتيجيه واضحه تبشر بحل هذه المشكلات المتراكمه والمتجدده. وانني من خلال الرئاسه الجديده اوجه الحكومه الحاضره الى المسار الصحيح في سبيل الوصول الى اقامه الدوله ومواردها بكفاءة وفعالية وبكل ما تعنيه الكلمة. وألا تستخدم جائحة كورونا ونعتبر وهي السبب في كل المشكلات. نعم أثر آثار سلبية، لكن يجب أن نعالجها ولا أن نكون على نطاق الفزعات وأن نخطط للمستقبل لأي كوارث لا سمح الله ممكن أن تأتي على هذا الوطن. يجمعهم على اختلاف افكارهم، وان استضافه الاردن لابنه الرئيس الشهيد فضل صدام حسين قرار اردني ينسجم مع مبادئنا الاسلاميه والقوميه والوطنيه وتوجهات شعبنا وعلاقاتنا النحويه التاريخيه بالعراق وشعبه. ولسنا في هذا نخاصم اي احد او نزيد له، فمظله الهاشميين تسع الجميع وتعرف سبب وهم البلد الان كانوا وما زالوا. الامر الثاني، وطالب وزير الصحه من خلال الرئاسه الجديده بمنح الاولويه لاعطاء لقاح كورونا للفئات الاشد معاناه من ذوي الاحتياجات الخاصه من مرضى التوحد ومتلازمه التداوم والاعاقات العقليه الشديده. هؤلاء هو نتيجه لما هم فيه غير قادرين على مراعاه ضوابط التباعد وسبل الوقاية وواجبنا حماية جمهور العائلة. المفروض أمين عام المجلس الأعلى لديه احتياجات خاصة ويكون تابع الموضوعات. نقف أمام شعبنا يناقش مشروع قانون الموازنة ونحن في أشد لحظات صعوبة، لأن الدنيا تراقبنا والوباء يتحدثنا والحالة الاقتصادية واقعة. مريض عن بعضها وحد على وحد، وذلك نتيجه سياسات مختلفه التخطيط سيئه التنفيذ ونتيجه غياب الاداره الحقيقيه للعمل الحكومي. وكلما جاءت الحكومه غيرت ما خططت له سابقتها حتى بدنا ندور مكاننا في حركه مفرغه. نعيش ايضا حاله سياسيه تحتاج مراجعة شامله يعمل فيها أبناء الوطن بكل أضيافهم وأفكارهم عند مسؤولياتهم وواجباتهم نحو الأردن الوطن الغالي في منتقى ومؤتمر وطني أخير الطريق للحياة السياسية والاقتصادية في الأردن في نوعية ثانية. وقد جاءت التوجيهات الفعلية واضحة نحو صياغة قوانين جديدة للإدارة المحلية وقانون للانتخاب والأحزاب، ويجب بذل على الرجال في تحقيق ذلك. ان الاردن وطن وقلعه صمود رحيمه الارض التي لا تستثني من ذلها احد، ودرعهم الحامي ارض المشامة التي ما تراه يوما عن جبال مصر او البناء والعون في اي ارض عربيه. ونحن جميعا مذكورين لا المعارف على مكانتنا وسياق ميراث اجدادنا وتقاليدنا العربية الحزينة. علينا بتنمية وسياحة
ثلاثة الكبار. فهل معنى أن محافظة عجون ريحة وقيمة الخضراء ومحافظة جرش التي تحكم أكبر مقصود الأثري ومهرجان دولي متبقية لا يوجد بها كتب سياحية؟ وفي نفس السياق فإن منطقة عجون الكبرى عجون مع الجبل وعنكر وبنيتها التحتية المكملة وتحتها فقط لتجمع الدوائر الدكتورة من الخوف. والظروف الإدارية في عجون متأزمة وليس عندها منطقة الجبال كما تفضل الزميل الدكتور جلال هو بحاجة لتفريحها للواء وهو منطقة خير لبن والواء مخرج لا يوجد فيه مديرية تنمية ونريد تنمية شاملة كافة الأجر والوطن وليس أيها الأخوة، أما عن الشراكة مع القطاع الخاص فلدينا القطاع الخاص وينمو دون وجود قطاع حكومي فعال. ومن هنا علينا تشييد قطاعنا وإعادة هيبة الدولة ووزرائها ومؤسساتها وذلك باختيار المسؤول الأصغر الذي يملك الحس الوطني والهجرة بالكفاءة والعمل الذي يخدم الشعب والوطن. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها الا السفينه التي تجري على نفسها. الزملاء الافاضل ان حال الوجود السياسي والاقتصادي حرج ومحيط اولوده لا يتحمل استقرار مع الوجوه الراضيه التي سئمنا بانتقادها والتي علمنا ترصع الكفاح علينا وفي مؤسسات الوطن بدمائها الجديده صادقه ولقد قادموا باعمالها وتبعاتها واثمانها وصعوباتها ومخاطرها بحاجة إلى قوة أكبر تؤسس وتنمي وتترجم الأخبار إلى أفعال. ولن يتغير حالنا إلى الأفضل إلا إذا استشعر كل واحد منا دوره وواجبه. يا دولة الرئيس ادركوا كبار الناس من أفضلهم لينهاروا صغارهم دائما. يقول هيبة محمود سنان الكافي عاطف الصفا يا مصطفى مدهب وعاد ظهور خير المطايا شرف حسام ثلاثا تعبد المقول يا مصطفى ان وقعت عيناك فيه على مليون سكران قد حكموا فيه اصاقين اراقوا يوما بيد غيره الله الشيعان فامعنوا فيه تشريعا وهددا ولم يقل احكامي ولا ماني ومن يقول وكل ناطقي هو ولم يعد في ذلك غير حساني ومن يعاتب والسكين من بيننا ومن يحاسب والخاطئ والداني يا شاعر الشعب صار شعب مزرعه لخفله من عكاليك وسرعاني لا يخدمون وتباع شواربنا من ان يبيع اللحاف لا بركاني وهذه الحال لا تخفى على احد وعاليات من الاوراق الصعبه. كان الاجتماع قصير طويل جدا ومعبر عن ذلك الواقع المؤلم وحبس الرجل في ان تكون لم تحصل عليه ولم يصف لك شيء العظيم الا الله خلقه. الزملاء والزميلات الافاضل ان مشروع قانون الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2021 جاء في ظل ظروف استثنائيه وغير مسبوقه بسبب التأثيرات السلبية الجسيمة لجائحة كورونا على الاقتصاد والوطن، وإننا في هذا المقام نكمل عاليا الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسات الدولة بكافة اختصاصاتها والتي تجاوزت قدرات الدولة المالية وكان لها الأثر في التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد والوطن. وهنا لابد من دراسة مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة والتحديات التي تواجهها في ظل تأثيرات جائحة كورونا وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة. أما فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجهها الاقتصاد الأردني فإن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة مقارنة مع الطموحات المرجوة، وإن معدلات البطالة في الأردن تعد متكعبة وتشكل عبئا كبيرا علينا جميعا، ومن
من وقته أن تزداد معدلات البطالة خلال العام 2021 إن لم يتم وضع حلول عملية وواقعية تلبي تطلعات أبناء الوطن.